ندوة السينما وقيم التعايش أعتبرها من أهم الندوات التي برمجت خلال هذه الدورة أي بمهرجان الفيلم المغاربي بمدينة وجدة. والأهمية ديالها كتكمن أولا في كونها كتجي في واحد الظرفية من التاريخ الإنساني اللي هي ظرفية جد صعبة ما يجري الآن في الشرق الأوسط ومن تقتيل في حق الشعب الفلسطيني، وأيضا سيادة خطابات الكراهية عبر العالم، وبالتالي النقاش حول التعايش وحول السلم وحول الحب جد مهم يجب تجديره وتكريسه. ثم الأهمية الثانية هي كون أن المهرجانات العالمية نادرا ما تلتفت إلى هذا الموضوع، لأن السينما ليست فقط عروض، ليست فقط لقاءات، وإنما هو ربط أواصر المحبة بين السينمائيين من أجل صنع أفلام بإنتاجات مشتركة ومن أجل تناول قضايا تصب في العمق الإنساني اللي هو الحب والمحبة. والسينمائيين المغاربة منخرطين في هذا الورش، أي ورش زرع بذور المحبة بين شعوب المنطقة ومحاولة تجاوز أخطاء السياسيين. نحن نطالب كسينمائيين بإرادة سياسية حقة من أجل دعم السينما المغربية، وأن يرفع السياسيون أيديهم عنا ويتركوننا في سلام، لأن ما يربطنا كشعوب مغربية وكفنانين مغاربين أكثر مما يفرقنا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابونا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.